رسول الله. خلاص أنت أعلم أم الله؟ نقول هذا. لا أنت أعلم أم الله؟ ليس أنا ما قلت أكثر من هذا. لا متعوذا بك من نار استحقها مثلي وأنت تخاطب بحمزة. هذا أنا ما أخاطب الحمزة. هذا موافق لدين النبي. أنا ما أقول للحمزة أنت تعال كذا وكذا. ولم أجد أحدا ألتجئ إليه خيرا منك. إلى الله. هذا من إلى الله ورسوله. هذا من دين محمد. جاءوك فاستغفر الله. دقيقة دقيقة دقيقة. يعني صلح معك امير المؤمنين مجلس مكتوب بالايدي فالنص هذا شلت شلت. طيب هنا نحن ابناء علي وابناء الحسن وابناء الزهراء. بارك الله فيك. امير المؤمنين علي مع القران والامام جعفر مع القران وال البيت الاطهار مع القران. طيب فاذا اردنا نتناقش ونعرف دين ال البيت فقال الله وقال الرسول. اما الصياح هذا ما ينفع. نحن نثبت لك الباطل من كتابك. ترى اثبت لك الباطل من كتابك. طيب شوف دقيقة أرويك القرآن. أمير المؤمنين علي مع القرآن ولا لا؟ نعم. القرآن إيش يقول الله في سورة الناس؟ اقرأ سورة الناس. نعم. ما تعرف؟ قل أعوذ برب الناس. طيب إيش تقول في كتابك أنت؟ أبتقي بزيارتك أي حمزة. طيب خلاص نفسي متعوذا بك من نار. الآن تستعيذ بحمزة. هل هذا يناقض القرآن ولا لا؟ الله في الشيء يقول بالقرآن؟ أيوه. وابتغوا إليه الوسيلة. أسألك سؤال. ما هي الوسيلة؟ أكلمك كلام. أسئلة تعالى جدال. يوصل إلى نتيجة. ما توصل نتيجة. كلمة متمسك. أنت معصب. أقول لك مثل ذلك. أمير المؤمنين علي ماذا يقول في نهج البلاغة الإمام الحسن؟ يقول لا يعلم يا حسن إن الله تكفل برزقك ومالك فلا تجعل بينك وبين الله واسطة. والإمام السجاد ماذا يقول في الصحيفة السجادية؟ يقول وسيلتنا هو الله. والإمام جعفر الصادق ماذا يقول؟ موافق كلام القرآن فخذوه وما خالف مضروبة عرض الحائط. فإذا شوف هذه الآية فسرها الإمام عبد الله بن عباس. إيش قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا. هذا التوسل بعملك أنت لا بعمل غيرك. لا مو بعمل غيري لكن هذا اسمح لي. أسألك. يقول الله سبحانه وتعالى جاءوك فاستغفر الله. أسألك. اقرأ الآية زين. اسمعني. اقرأ الآية زين. واستغفر لهم الرسول. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. هل علي ظلم نفسه؟ إحنا. طيب أنت تعبد بغير ما يتعبد علي؟ أنا ما تعبد. إحنا ظلمنا أنفسنا جئنا. نغفر لنا. أسألك. جاوبني على هذا. أسألك سؤال. علي ظلم نفسه؟ شيخني. أسألك. طيب كيف تقول الله يقول ولو أنهم إذ شرط إذا ظلمت نفسك اذهب إلى النبي. شرط. هل علي ظلم نفسه؟ لا ظلم نفسه لا. طيب كيف تحتج بعد وسيلة؟ كيف تحتج بعد وسيلة؟ أنا ظلمت نفسي أحتج بمال علي. الآن علي الآن أنت تأخذ دينك من علي ولا لا؟ أخذ من الرسول من الله. أمير المؤمنين علي ما خالف الرسول قطعا. ما خالف. أنا ما خالف. طيب علي يحتج بهذه الآية على التوسل ولا لا؟ يحتج. طيب علي ظلم نفسه. علي ظلم نفسه. علي يحتج على شنو يحتج؟ على على هذا. ولو أن من ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر الله. إذا علي ظلم نفسه. مو ظلم نفسه. طيب أنت قول على الوسيلة. الدنيا حارة خلاص. حبيبي حجي حجي جدال. دقيقة لا دقيقة. صحيح كلامك. دقيقة الله يقول يا أيها الذين الله يقول فإن تنازعتم في دقيقة حكيت روحاني سيدنا الله يقول فإن تنازعتم في شيء ناخذ من عند أخويا فردوه. رسول صح؟ صح. طيب الله يقول في القرآن في عدة آيات خمس أدلة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. آية. سأل من؟ سألك عبادي. من عبادي؟ سأل النبي. لما أتى الصحابة عند رسول الله قالوا يا رسول الله هل الله قريب فننادي أم بعيد فننادي؟ إيش أنزل الله؟ وإذا سأل عبادي فإني قريب. أي ما يحتاج وسيلة واسطة. قريب أجيب. وقال فقال ربكم ادعوني استجب لكم. ولو أنهم والله تعالى كذا. لا 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 ميب هذا ميب هذا. أنت شبكت معاك. قال الله تعالى ونحن أقرب إليه من مكملها. وعن ظلموا أنفسهم. حجي أسألك سؤال. شوف ما أعرف تفسير هذه الآية. أعرف إذ باللغة العربية ليش؟ إذ باللغة العربية ليش؟ إذ للماضي ولا الحاضر؟ للماضي والحاضر. لا لا إذ للماضي. للماضي. والأمر الثاني سبب نزول هذه الآية. للماضي. وإذا كان اسمعني. وإذا كان أسألك دقيقة شوف. خلاص شيلك. وإذا كان زيارة الرسول ليس بواجبة. إذا لما شفت زيارة الرسول. دقيقة الزيارة إيش هدفها؟ السلام. فلقد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن أذكركم الآن. أسأل سؤال وخذ الروح. دقيقة. يلا استعجل استعجل. المملكة الله يحفظها. دقيقة. المملكة الله يحفظها. أيوة. ويحفظ ملكها. طيب. أنت هسه شخصياً. أيوة. تقدر تروح للملكة تقابله قبل؟
هسه شخصيا. طيب اسالك سؤال. لا بس بس اسالك ما انا ما احتاج لا سكرتير ولا وسائط. يصح تذهب عندهم ولا لا؟ احنا شنو فاضي؟ يصح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى ملك الملوك. طيب اذا ما عندنا وسيله ونروح لله، انت ليش تصلي ورا امام؟ ابو جهل قال كذا، ابو جهل قال هكذا، قال ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله يزول. ايوه ابو جهل نفس الخطا اللي وقعوا فيه من يدعون انهم شيعة علي، قالوا هؤلاء اولياء نتقرب بهم. ابو جهل كان يضع الاصنام حول الكعبة ويقول هؤلاء وسيلة بيننا وبين الله. لو تسأل ابو جهل من خلق السماوات والارض يقول ايش؟ الله. لكن ليش ابو جهل تضع الاصنام حول الكعبة؟ يقول قربة الى الله كما انتم تفعلون. الا هو امير. شوف شوف تقرا دقيقة. الله يقول عنك انت ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. هل انت صنم؟ الله يخاطب من يتخذ الاولياء. قال عباد امثالكم. انتم سجدتكم حبيبي. اذا تريد اذا 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 انت شوف اذا انت صادق الله ما يحتاج لا واسطه ولا قريب. الله قال ادعوني استجب لكم. استجب كدعاء الرسول. ايش دعاءك انت كدعاء الرسول؟ حبيبي حبيبي الرسول هو نفسه قال اذا سالت فاسال. اسال ايش؟ اسال الله. وانت تقول الله يقولها دعاءكم ليس كدعاء الرسول. انت تقول لي كذا؟ طيب الله امرنا ان ندعوه. قال وقال ربكم ادعوني وامرني. قال لي اسمعني وامرني. قال لي دعاءك. اعطني دليلك. هذا ما اعطني الايه. جاي يقول لك الايه وما سمعت ودعاءك ليس لا 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 حجي حجي هذا ليس والله العظيم اذا كان لديكم عقود تاتون من اقصى الارض تقرون قبور آل البيت موجوده، اعلم ان الله تعالى مثل ما حفظ قبور آل البيت حفظ دين آل البيت. الزهراء الطاهره في البقيع والامام جعفر واسد الله حمزه والحسن، اعرف ان ابنائهم في المدينه، واعرف ان دين الله محفوظ، دين الله الحق محفوظ في مكه والمدينه. لكن الرفض هذا اللي اتيتم به مرفوض، رفضه امير المؤمنين علي قبل ان نصير. صحيح كلام صحيح والله. صحيح. الله يهديكم لدين آل البيت. لا 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 احنا نوجه كما وجه اسد الله حمزه، لكن الله صدق حينما قال وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. نحن قلنا لكم قال الله وقال الرسول لكم أبيتم. الله يشرح قلوبكم. جزاك الله. ها؟ كم هي دخلنا؟ رياض السرعة علي. رياض علي هي الكويتي. أقول ده كويتي والله. بلوجستاني. بلوجستاني. حيكنا. الحمد لله. السلام عليكم. رب يسلم. الشكر ديت شيء. السلام عليكم. السلام. أشتوى أي. شيخ. أشتوى. لا بنت عندك. ترى ده قاعد يقول لازم يزيد.